قطر بين الماضي والحاضر. كيف أصبحت قطر غنية جداً وفي وقت قصير؟ ما سر هذا التحول السريع؟ في غضون 50 سنة تقريباً تحولت قطر من دولة فقيرة يعيش أهلها على صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ إلى إمارة شديدة الثراء، ليصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي بها الأعلى في العالم. لنكتشف معاً قصة نجاح لواحدة من أغنى دول العالم حالياً، قطر. أيام اللؤلؤ، عندما كانت قطر تعاني الفقر وكان معظم سكانها يهاجرون إلى البحرين. الفترة الحديثة ولا الفترة الذهبية لقطر تبتدئ من القرن 18، 17، 16، لكن قبل هذا قصة تروى عن صبر القطريين وعزيمتهم وإرادتهم. سابقاً كانوا يوم يدشوا البحر الغوص 3 شهور إلى 4 شهور ما عندهم أكل، حتى أجسامهم يعني تكون العظم بس باين، العظم داخل جسمهم، يأكلوا التمر والسمك والماء فقط، ما عندهم شيء يأكلوا. طبعاً التمر يجيبوه من البصرة، ما موجود كل مكان. كان الرزق هو البحر، صيد الأسماك واللؤلؤ. طريقة صيد اللؤلؤ أنهم ينزلوا الغواصين ويخلي الخطام في حلقة على خشمة يعني، وينزل بنفسه ويصيد، وهذا يسحبوه بريل عشان يطلع، يوم بيبي يطلع يسحب بس ويطلع برا، يسحبوه حد ثاني بقى يسحبه. أيوة. بعدين جاء التطور وجاء النفط وراح هذا. زهرة الصحراء، هاي الشكل تاعها اللي هو التصميم تشوفوه من الخارج. مهمة هذا المتحف هي التحدث عن تاريخ قطر. هذا المتحف يحكي لنا قصة شعب وتاريخ دولة، من هنا تبدأ الحكاية. متحف قطر الوطني. بما أن قطر شبه جزيرة عربية، أي محاطة بالبحر، عندها فقط حدود برية واحدة مع السعودية، فهذه الجزيرة كانت مأهولة بالحياة البحرية وكانت موطنا لحيوانات وكائنات بحرية عديدة. ممكن البعض منكم يشوف العلاقة الوطيدة اللي حد الآن موجودة بين القطريين والجمال والإبل، يعني يديروا لهم مسابقات ويتهلوا فيهم. والسبب يعود لحياة القطري قديما ولا زمانا، كان حياته كانت مبنية على التنقل، يعني يتنقل بين البدو، فكان يستعمل هذه الإبل باش تحمل لها الأمتعة تاعه، فصارت هذه العلاقة بيناتهم علاقة الوطيدة اللي ما زالت لحد الآن بين القطري والإبل والجمال. إيش رأيك؟ إيش رأيك لبسك اللبس القطري؟ أبشر. ها وتكون جاهز ونشوف كيف تكشخ. أبشر. الله يعطيك العافية. تفضل. كيف شفت؟ والله حاس روحي شيخ قبيلة. احنا نسميها رزة. رزة. وكشخة. كشخة. يعني وجاهة. الله أكبر، شيخ الله. القبيلة معكم. الله يحييك. يعني كمعلومة هذا يسموه البشر. ولو تتذكروا أن لبسه ميسي في نهائي المونديال، هذا دلالة على قيمته وأنه يمثل معناها البشر لبسه شيخ القبيلة. والبشت هو يمثل سكان القبيلة أو ربعة، شخص أعلنت أنه خارج القبيلة، ما نقولهش أنك خارج القبيلة وإنما نقول أنت خارج البشت. أيوة. فهذا البشت يمثل القبيلة ولا يمثل الوحدة على القبيلة، لأنه ما لبسوا إياه إلا هو شيخه على القبيلة، وهذا زمان. بس كيف شفتها؟ والله هبة. ما شاء الله. ده عنده علاقة بالخيمة، بلك تشوفوا الديزاين تاعه يشبه الخيمة، ويلبسوه في الشتاء يعني لما يكون البرد. This one we call it كشخة. لم ينسى أبدا القطري عاداته وتقاليده ومبادئه وأصله ودينه، وأحسن مثال هو نسخة كأس العالم السابقة، فكانت فرصة للقطريين لإبراز العادات العربية في إكرام الضيف والتعريف بالثقافة المحلية. No eating by left. Rude. Okay. فها قد فعلتها دولة قطر المسلمة. لأول مرة في التاريخ جماهير المونديال تزور المساجد وتسمع الأذان 5 مرات وتتعرف على الإسلام ب6 لغات وتسمع القرآن ب47 لغة. دخولهم للمساجد وتجربتهم لللباس الإسلامي وإلحاحهم للتعرف على هذا الدين كان بمحض إرادة. Go to Argentina because it's a beautiful country and it has amazing landscape. هذا من أرجنتين بدلة. نافست الكبار وكسرت حلقة الاستحواذ الغربي والاحتكار ووضعت بصمتها بأصالتها وحققت الانبهار، فبتنظيمها هذا كسبت الرهان. Verses of the Quran that are inscribed on this building from Surah Al-Hujurat, where Allah Subhanahu wa Taala tells us, "Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu." This is literally what is being exemplified here. وبتشبثها بهويتها فرضت احترامها على البلدان، وبنجاحها الباهر هذا قدمت للمشككين والمشوشين الدليل والبرهان، وخلاصة الخلاصات أنها غيرت تلكم الصورة النمطية عن المنطقة العربية ونالت بذلك التقدير التام والاحترام. لكن أين السر في هذا؟ لنكمل قصة نجاح قطر. صحراء.
كله صحراء والأماكن متباعدة على بعضها؟ لا قريبة كلها، يعني أبعد شيء الرويس تبعد من الدوحة 100 كيلو يمكن. 100 كيلو. كم تقطع قطر يعني بالسيارة؟ كامل من الجنوب للشمال 200 كيلو حدود كذا. سمعت القطر من هون؟ كل هذه خريطة. يعني هذه الخريطة كامل. بالسيارة كم ساعة؟ يعني. يعني حدة كذا تأخرت 3 ساعات. 3 ساعات. دولة قطر كانت عبارة عن صحراء قاحلة ومن أكثر الأماكن الغير قابلة للعيش فيها على وجه الأرض. حرارة الشمس هنا تصل لدرجات خيالية. كانت دولة ضعيفة خارجة عن اهتمامات كل الإمبراطوريات القوية أنذاك. فما الذي غير قطر؟ ما هي الخلطة السحرية التي تبعتها؟ ما الذي حدث؟ كانت هناك فترة في العام يسموها القيد، وهي فترة الصيف تبدأ من شهر 6-7-8 إلى أوائل 9. وفي هذه الفترة كانوا الناس ولا القطريين يروحوا قواربهم ويغوصوا تحت أعماق البحر باش يجبدوا هذاك المحار اللي يجبدوا منه اللؤلؤ اللي كان يكسبوا به قوت عيشهم. اللؤلؤ اللي كان المصدر الوحيد تاع الرزق تاع القطريين زمان قبل اكتشاف النفط والغاز، يعني كان مصدرهم الوحيد وهو العلاقة ولا الرابط الوحيد بين قطر وكل دول العالم. لكن وصلوا باللؤلؤ لوحدة درجة من الجمال. في هذه الغرفة بالتحديد في هذا المتحف راح تلقوا أنقى وأندر حبات اللؤلؤ في العالم. إبهار اللؤلؤ وجا فيضان كبير دمر كل أساطين صيد اللؤلؤ. سنة الطبعة أي معناها سنة غرق المراكب إثر العاصفة التي قتلت 8000 مواطن، تقريبا نصف سكان قطر في ذلك الوقت. ماشي هذا فقط، والمشاكل لا تأتي فرادى. اليابان قدرت أنه تصنع بيئة اللي تقدر منها أن تجيب اللؤلؤ بدون ما تصطاده. اخترع المهندس الياباني كوتشيكي ميكوموتو تقنية تدعى بالكولترد بيل، فأصبح استخراج اللؤلؤ سهل جدا فقل ثمنه وفقد قيمته. حاجة أخرى تانية، الحرب العالمية الأولى. ومن السنوات الشهيرة التي عم الجوع فيها في أنحاء الجزيرة العربية في بلاد الخليج إبان الحرب العالمية الأولى. حبس المطر، قحط الأرض، منع التجارة، ضرب المراكب أدى إلى انتشار الجوع في مطلع القرن العشرين في بلاد الخليج. كل هذه المشاكل وكل هذه المحن خلت دولة قطر تعاني من الفقر. الصدمة بدأت من عام 1929، انهيار اللؤلؤ الخارجي، المصدر الوحيد لقطر انهار. مين راح يجيبوا دراهم؟ مين راح يأكل؟ مين راح يكسبوا قوتهم؟ ما كانش، لأن اللؤلؤ كان المصدر الوحيد لهم للعيش. مصادر الدخل أصبحت جد محدودة. دخلت قطر في سنوات الظلام وصارت مجرد قطعة أرض مأهولة بمجموعة من القبائل. بعدما اكتشفنا قصة اللؤلؤ مع قطر، خلينا اللؤلؤ مورانا، والآن رانا داخلين في فترة مهمة وحاسمة، هي فترة قطر الحديث. كيف تحولت شبه الجزيرة العربية دولة قطر إلى ما آلت إليه اليوم؟ في عز الأزمة والأوضاع السيئة جدا، جاء فرج من عند الله. ينفجر أول بئر في الجزيرة العربية تحديدا في البحرين سنة 1932، وتنالت اكتشافات آبار النفط في كامل الجزيرة، وعرف العالم أن الجزيرة العربية نائمة على بحر من النفط. وفي 1939 اكتشاف قطر للبترول الذي غير وجه دولة قطر. الكل بما فيهم أنا ظن أن اكتشاف البترول سنة 1939 في منطقة اسمها دخان هو الفرج. رغم هذا إلا أن قطر لا زالت على وضعها البائس. البترول لم يستغل نظرا لاندلاع الحرب العالمية الثانية، فانتظرت قطر 20 سنة. وفي 1960 كان التفجير الحقيقي لحقول البترول، ولكن مجددا أيضا لم يكن بالشكل الكافي الذي نعتبره كثراء لقطر، وكان قليل جدا بنظيراتها من دول الخليج، وكان سعره متذبذب جدا، فهو مصدر غير مضمون لحد الآن. فالكنز الحقيقي لم يظهر بعد، أو بالأحرى في طريقه للظهور. لكن ما هو؟ بمساعدة شركة شيل تم اكتشاف شيء في منطقة ستسمى بالنورثفيلد، المنطقة الشمالية، واعتبر هذا الاكتشاف اكتشاف القرن الذي سيغير قطر للأبد. نعم، بعد 10 سنوات وفي سنة 1971 اكتشاف أكبر حقول الغاز في العالم. وجدوا حقل غاز يغطي مساحة قطرها 6000 كيلومتر مربع، أي حوالي نصف مساحة قطر. يحتوي على احتياطي يزيد على 900 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل نسبة 20% من احتياطي الغاز العالمي، ما وضع دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا، حيث الاحتياطي بعد إيران وروسيا. وفي نفس السنة 1971 استرجعت قطر سيادتها واستقلت من بريطانيا،
وهنا بدأت تلك القنبلة الموقوتة التي ستنفجر لتزدهر وتعيش أزهى عصورها الحالية. ولكن يوجد مشكلة كبيرة ستحرم قطر من استغلال هذا الكنز الطبيعي وبيعه، لأنه في ذلك الوقت كان الغاز ينقل عن طريق الأنبوب، وكانت قطر بعيدة تماما عن أي مكان من الممكن أن يستخدم فيه، ولذلك كان اكتشافه كنزا ولكن لم يستغل بعد. انتظرت حتى 1996، أي حوالي 26 سنة بعد اكتشاف الغاز. الأمير حمد بن خليفة آل ثاني كان لديه رؤية واضحة وخطط مستقبلية له ولبلاده، حيث كان يرى مستقبل قطر في تفجير حقول الغاز الطبيعي الذي يجب استغلاله على أمثل وجه وبشكل أكثر احترافية وبسرعة حتى يتمكن من الثراء المرجو حينها. وبالفعل حدث ذلك، حيث قرر هذا الأمير أن يستثمر في تكنولوجيا نادرة جدا في وقتها، وهي ما تسمى ليكويفاكشن، التي لها القدرة على حمل الغاز الطبيعي في شكل سائل وتتنقل في سفن كبيرة جدا كما لو أنها بترول. ومن أجل هذا قررت قطر أن تستثمر كميات هائلة من المال لتطوير هذه التقنية. بالفعل حدثت تلك النقلة المذهلة لقطر حتى أصبحت أكبر دولة مصدرة للـ LNG، أي معناه Liquefied Natural Gas، أو الغاز الطبيعي المسال. يعتقد معظم الناس أن سبب نجاحهم الاقتصادي كان اكتشاف النفط والغاز الطبيعي، في الواقع لا يمكن إنكار هذه النقطة، لكن دقيقة، قطر تعلمت من دروسها السابقة، فلما كان مصدر دخلها الوحيد صيد اللؤلؤ وانهار، ومن ثم البترول وقل دخله بسبب الحروب وانخفاض تكلفة البترول، والآن هي لا تريد أن يكون مصدر دخلها واحد فقط وهو الغاز. امتلاك الموارد الطبيعية لا يعني أنك ستصبح غنيا، الثروات الطبيعية أبدا لن تضمن لك الثراء لأي بلد. على سبيل المثال انظر فنزويلا أو نيجيريا أو إيران والعديد من بلداننا العربية، فحين تغيب الرؤية الاستراتيجية ويجتمع الفساد مع سوء الإدارة يدخل البلد في دائرة مغلقة من البؤس والمعاناة مهما بلغ عدد المناجم وحقول النفط. وهنا نصل لسر تحول قطر لنكتشف نظرتها المستقبلية، وهي تنويع اقتصادها والاستثمار في القوة الناعمة. فقطر عبارة عن إمبراطورية هائلة باستثمارات عالمية، استثمارات ضخمة في مجال الإعلام والرياضة، قنوات بين سبور، نوادي عالمية مثل PSG، تنظيم كأس العالم بتكلفة تفوق كل كؤوس العالم مجموعة مع بعض ب220 مليار دولار. قطر أكبر مساهم في شركة فولكسفاجن الألمانية. في 2014 استثمارات قطر في بريطانيا وصلت ل 35 مليار دولار من عقارات وفنادق وناطحات سحاب. هذا فقط بعض الأمثلة عن الاستثمارات الخارجية، أما الداخلية فحكاية أخرى، فإنها تنفق عشرات المليارات على المراكز والأبحاث العلمية والأنشطة الرياضية والفنية والبنية التحتية والجامعات، حيث إن تعليم قطر الجامعي مصنف من الأعلى في العالم العربي، وأحسن مثال على ذلك المدينة التعليمية. وبالحديث عن التكنولوجيا، تحتل المكتبة الصدارة في هذا المجال بمعاملها المتعددة في جميع أرجاء المكتبة. مرحبا بكم في المكتبة القطرية الموجودة في قلب المدينة التعليمية، من أكثر المكتبات المتطورة في العالم. حياكم الله في المكتبة الوطنية، مكتبة قطر الوطنية. خارج هي عبارة عن ورقتين فوق بعضهم البعض مشدودتان من الوسط، فهاي للتصميم تحو عبارة عن ورقتين مشدودتين من هنا ومن هنا، يعطيك الفضاء الجميل هذا الذي نراه. السؤال الأول الذي خطر في بالي مباشرة بعد دخولي للمكتبة هو لماذا أرفف الكتب متجهة للأعلى على شكل هرمي؟ هل هو لسبب هندسي أم لسبب آخر؟ بالنسبة لداخل المكتبة كما تراها الأرفف هي شبه فيها ارتفاع، وهذا يعطي وهذا يعكس فلسفة الإسلام فيما يتعلق بالعلم. فالعلم دائما مرادف لكلمة الرقي أو الارتقاء بمعنى أصح، أو ما يسميها بالإنجليزي elevation، يعني it's an elevated shelves. فكل ما كان الشخص متعلم كل ما ارتقى، فلهذا نقول اقرأ وارتقي في بالنسبة للقرآن. وكذلك لما نتكلم عن رقي العلم أو رفعة العلم. إذن هذا هو تصميم المكتبة من الأمام، وشوفوا كيفاش الأنف تاعها ولا المقدمة تاعها راح الأعلى كما قلت لكم لرفعة العلم، يعني العلم حاجة مرفوعة، رفعة العلم. حسب موقع ديزين أحد أهم مواقع المهندسين وطلاب العمار في العالم، في 2018 صنف هذا المبنى ضمن أفضل 10 مباني هندسية في العالم. وحاليا قطر تعتبر من أكثر الدول الآمنة في المنطقة، حيث لا يوجد فيها بطالة. هي درجة الأمان، شوفوا الناس مخلية أغراضها حتى مقتنياتها، شوفوا ما كاش واحد يخرب ولا يخمم أنه يدي حاجة. شوف هنا يعني تحس كأنك في البيت، شوف جميع الناس خلية صوالحها ومش عارف وراهم، يعني عندها مدة وهم خلينا. شوف فالأمان في قطر
من أأمن الدول في العالم هي قطر. رانا متواجدين في وسط لوسيل، يعني في قلب مدينة لوسيل، وراكم تشوفوا يعني البنايات الضخمة اللي راهي مورايا. هذه قبل 10 سنوات 15 عام، تخيلوا أنه ما كانتش كاينة مدينة وجاو حطوها يعني هنا في هذا المكان. وهي مدينة لوسيل الآن تعتبر امتداد للعاصمة الدوحة اللي دفنا قديما، ثم تقريبا هذه هي اللي راح تكون العاصمة الجديدة. والمدينة يبلغ مساحتها 35 ألف مربع، والمدينة هي شغل دلالة على نظرة قطر المستقبلية، يعني نظرة قطر للمدن تاعها المستقبلية. وما فيهاش فقط درب لوسيل وستاد لوسيل، هذه فقط منطقة فيها عدة مناطق، منها العمارات، منها مارينا وين الناس تسكن ثاني أيضا، وكاين العمارات، وكاين واحد المكان سموه المها أيضا اللي هو جزيرة ثاني فيها عدة جزر، على ما أظن فيها 4 جزر. لوسيل عنوان للحياة العصرية والمدينة الذكية. معنى مصطلح المدينة الذكية يعني أي شيء تقدر تديره بالهاتف ولا بالجوال تاعك، تقدر تلبي كل احتياجاتك اليومية بالهاتف. وأيضا وسائل النقل التقليدية اللي ما تكونش كاينة مثل السيارات وكاع، فيكونوا هكا محطات تاع طرام وتاع مترو، وبالتالي تعتبر المدينة، ولا نجمو نقولوا على المدينة، مدينة ذكية. وهذا إن دل على شيء، تواجد الملعب النهائي لاحتضان كأس العالم دلالة على أهمية هذه المدينة، مدينة لوسيل. تعتبر مدينة لوسيل واحدة من أكبر المشاريع العقارية الضخمة، وهي مدينة بنيت بالكامل من الصفر، وتمثل رؤية أمير قطر على تنويع الاقتصاد القطري وإبعاده عن الاعتماد على النفط والغاز. وتأمل الحكومة القطرية أن تجعل لوسيل البلاد نموذجا للشرق الأوسط من حيث الاستدامة والتنمية البشرية والاقتصاد والسياحة والرياضة. فربي يزيدهم من فضله، وربي يزيدهم غنى على غنى ويغنينا معهم. لكن بغيت نقول لكم كي تكون حسن النية وحسن التسيير، حسن استغلال ثروات البلاد راح تؤدي إلى هذا التطور. كل المحلات التسوق، كل البراندات، كل المطاعم في هذا الطابي الأحمر، طابي روج اللي يدخلك للمدخل. شوفوا هذا مثال على مطعم، يعني هذه كلها مبردات على طول طريق هنايا ولا داخل المول، يعني الشوارع مكيفة، كلها مكيفة. كيفاش تعرف باللي المول فخم جدا؟ أولا من المدخل تاعه، أكواخ صغيرة وبناية بسيطة مبنية بالحجارة وطين، في حين تلك الحقبة من الزمن كانت العديد من المدن العربية مدن كبيرة وحديثة. فتسارعت الأيام فيما بقى أغلب العربينية، انطلقت قطر إلى الأمام في طريق الازدهار، وانطلق الإعمار والاستثمار، فارتفعت الرواتب والمراتب والمباني، وامتدت الموانئ وشيدت الجسور والقصور. كل هذا وما زالت قطر مستمرة في النجاح والتفوق، فشتان من يعز شعبه بالإعمار والازدهار، وبين من يستغفله بالأعذار ولغو الشعار.